مشاهدي الكرام، لوح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بالاستقالة من منصبه بسبب خلافه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على خلفية أزمة داخل الائتلاف الحكومي بسبب سياسة اللجوء، حيث تبنى زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي مقترحا بطرد اللاجئين ممن لديهم إقامات سارية في باقي دول الاتحاد الأوروبي بدلا من قبول ألمانيا لجميع المهاجرين المسجلين في أي من دول الاتحاد حسب ما تسعى ميركل. للمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر سكايب جمال قارصلي عضو البرلمان الألماني السابق. سيد جمال، أهلا بك ومرحبا، تحياتي إليك. يعني تبدو الأزمة بطبيعة الحال يعني في تصاعد ما بين ميركل وبعض من أعضاء حكومتها وبعض أيضا من القوى السياسية. البعض قال أنه بالفعل تقدم وزير الداخلية باستقالته، بينما يبدو أنه بتدور في أو يدور في الكواليس بعض محاولات من أجل احتواء الموقف، وبالتالي يعني جمد هذه الاستقالة. كيف هو الموقف لديكم أولا؟ الحق أن هذه الاستقالة سيكون لها تبعات كبيرة وواسعة وعميقة، حتى ممكن أن تكون تبعاتها تصل إلى مستوى الاتحاد الأوروبي. هذه المفاجأة أو هذه الاستقالة التي لن تنتهي بعد ولكنها ستتم، قام بها وزير الداخلية زيهوفر، ولكن وجدها أن هي كبيرة. هو قام بها لأسباب أنانية، هو قام بها لأنه الآن يريد أن يقوم بحملة انتخابية لصالح مقاطعتها التي هو يحكم فيها وهو رئيس حزبه وحزب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي، وهو يريد أن يلقن سياسة اللجوء التي هي في رأسه والتي هو يريدها على ألمانيا وعلى الاتحاد الأوروبي كله وعلى الحكومة الألمانية. ولكنه عندما خط هذه الخطوة وقال أنه سأستقيل وجد بأن التبعات كبيرة، والآن هو يحاول أن يتراجع عن استقالته، ولكن أنا أجد بأن استقالته أصبح لا بد منها، وأنه هو حقا سيكون الخسران الأكبر، وولايته وحزبه الذي هو يترأسه هم الخسران الأكثر في هذه المناورة التي قام بها. لكن يعني أنت تتحدث عن مكاسب وخسائر سياسية في المناصب، لكن أيضا تبدو المستشارة الألمانية ميركل في جانب الخسارة ليست على جانب المكسب المطلق، لأنه يعني المعارضة والرأي العام قد يتغير، وبالفعل هناك يعني هناك موقف أقوى الآن يعارض ميركل بسبب مشكلات اقتصادية داخلية، بسبب مشكلات أمنية. الآن يعني المكاسب التي كانت حققتها ميركل في السنوات الماضية يبدو أنه ملف اللاجئين، ملف الهجرة، يعني يأكل من هذه المكاسب. ألا ترى أيضا أن ذلك يتحقق على الجانب الآخر؟ لا أبدا، أنا أجد أن الآن وضع ألمانيا اقتصادي ممتاز جدا، ووضع الأمن في ألمانيا كذلك جيد، ولكن ميركل قامت في عام 2015 بفتح أبواب ألمانيا، والآن هي تقوم على مستوى الأوروبي أن تجد حلا. وأنا أجد وأقول دعني أقول هنا، حقا الذي يحصل الآن هو أحد أسباب فشل الاتحاد الأوروبي أن يجد سياسة موحدة بالنسبة للهجرة. كل دولة تحاول أن تعمل على حسب أنانيتها، على حسب مصالحها، كل دولة تريد أن تغلق أبوابها، ولكن لو كان هناك سياسة موحدة وتم الاتفاق على توزيع اللاجئين على كل الدول الأوروبية لما كان هناك مشكلة. الآن كل الاتحاد الأوروبي لم يأخذ لاجئين بقدر ما أخذه الأردن، فإذا هو حقا هناك مشكلة كبيرة. والآن هو الذي يحصل هو للأسف وما يريده زيهوفر وزير الداخلية أن ينافس حزب الألماني البديل والذي هو يعتبر يميني متطرف، ويريد أن يكون متطرفا أكثر منه ويطلب طلبات حقا. حتى الائتلاف الحاكم الآن بين الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراك الديمقراطي لا يرضى بذلك، فإذا الآن حقا زيهوفر وتكتيكاته يقف لوحده، وأنا أتصور لا يوجد أحد الآن من سينقذه، وفي النتيجة سيستقيل وسيخسر حزبه وستخسر شعبيته في المقاطعة التي هو يقودها. طيب يعني هذا ما تراه حضرتك، لكن رأيك هذا لا تؤيده نتائج الانتخابات السابقة؟ يعني إذن لماذا لم تحقق
ميركل وحزبها المزيد من المكاسب إذا كان كل شيء مستقرا وإذا كان الأمور على خير ما يرام؟ أعتقد أنه يعني هناك ولو تآكل نسبي، يعني المحللون فسروا أنه نعم لا تزال ميركل ولا زال الحزب المسيحي الديمقراطي يملك أغلبية، لكن الأغلبية نفسها يعني تتآكل، ليست في مقارنة مع ما يحدث في الاقتصاد الألماني مع هذا الاستقرار. يبدو أنه أيضا هناك دعاية مضادة بشأن ملف الهجرة واللاجئين. أنا أتصور هنا يراد تضخيم كما يقال، يعني عمل من الحب حبة، عملها قبة وتكبير الأمور، وهذا ما تريده الأحزاب اليمينية المتطرفة. هي حاولت طول الوقت، والإعلام اليميني يحاول أن يضخم موضوع الهجرة وموضوع اللاجئين، ويوصل رسالة للمواطن الألماني بأنه الآن هو يوجد فيضان من المغتربين واللاجئين، وأن وجوده في بلادهم مهدد، وأن للأسف الآن يوجد موجة عارمة ابتداء من أمريكا، من ترامب إلى بعض كثير من الدول الأوروبية. هناك اليمين واليمين المتطرف يزداد قوة، وحصل في ألمانيا شيء مفاجئ، لأن أصبح لدينا الآن حزب البديل يجلس في البرلمان ويعتبر هو ثالث حزب في ألمانيا. إذا هناك يوجد تغيير سياسي، ولكن أنا أتصور هي فقاعة هذه ستزول، وأنا أتصور الأحزاب الديمقراطية ستتفق فيما بينها، ولن ترضى ما يطلبه زيهوفا أو ما يطلبه حزب البديل الألماني، لأن الاستقرار يكمن هنا، الاستقرار يكمن في الاتحاد الأوروبي، الاستقرار يكمن في التوافق مع دول الاتحاد الأوروبي، ولا يكمن بأن يتمزق الاتحاد الأوروبي إلى دويلات، وكما رأينا في موضوع البريكسيت الآن، ربما إذا تم المشوار بهذا الطريق ربما سينحل الاتحاد الأوروبي، وكما قلت في البداية بأن ما يقوم به وزير الداخلية زيهوفا سيكون له تبعات حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي. هذا مفهوم سيد جمال، يعني لكن الحديث عن الصالح والحقائق وربما ما يصلح داخليا ألمانيا والشكل السياسي يبدو أمرا وما يمكن أن يصدر إلى المواطن الألماني، أو الصورة التي تكون الرأي العام بشكل أو بآخر، أو على الأقل تؤثر عليه، تبدو أمرا يعني يقاس بمقاييس أخرى. هل حضرتك يعني حينما نتحدث ونتحدث أيضا عن توافق الألماني مع بقية دول الاتحاد الأوروبي بصفة أن ألمانيا هي زعيم الاتحاد الأوروبي يعني بشكل على الأقل مجازي واقتصادي وبموازين مختلفة، لكن في النهاية أليس هذا كله له ثمن لدى الرأي العام، لدى رجل الشارع في ألمانيا؟ يعني ثمن تتحمله الحكومة الحالية، تتحمله المستشارة ميركل؟ أنا أتصور ألمانيا تحملت، وألمانيا حقا تتحمل أكبر عبء في كل الاتحاد الأوروبي. ألمانيا لوحدها أخذت أكثر من كل الاتحاد الأوروبي. ولكن علينا أن نعلم بأن الآن اللاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا نزل عددهم إلى العشر، يعني حوالي 10% الآن أتوا بقدر ما أتوا في عام 2015. العدد بتنازل، ولكن للأسف الإعلام المغرض، الإعلام من الطرف اليمين الذي يحرض على هذا الموضوع ويحرض ضد اللاجئين وضد العرب وضد المسلمين. هذا الإعلام أليس له تأثير؟ نعم لديه تأثير، ولكن لدينا نحن ائتلاف كبير على مستوى ألمانيا، وهم اتفقوا فيما بينهم حتى في سياسة اللجوء، ولكن الآن زيهوفا يريد أن ينشق عن هذا الصف، لأن في مقاطعته يوجد انتخابات ويريد أن ينكسب الانتخابات هناك، ولأن الأغلبية الساحقة لحزبه الذي يحكم من عشرات السنين في هذه المقاطعة سيخسرها، لأنه يوجد هناك الآن حزب يميني اكثر منه، فهو يريد ان يكون يعني باباويا اكثر من البابا، يريد ان يكون يمينيا اكثر من هذا الحزب، حزب اليمين، فلذلك او ملكيا. فاذا هذه هي مشكله انانيه شخصيه لها علاقه على مستوى مقاطعه بافاريا فيها 10 مليون نسمه، ولكن نحن نتكلم الان عن 28 دوله في الاتحاد الاوروبي، واذا زيهوفا لن يستطيع ان ينقل ما يريد، والنتيجه سيكون هو الخاسر من هذه المناوره التي قام بها. طيب يعني في ظل هذا، يعني وعهدنا ذلك أكثر من مرة، ألا تحظى هذه الدعوات بأن العنف يزداد في الشارع، الكره الأجانب، كره العرب، الإسلاموفوبيا كما كان في فترة، هل نتوقع زيادة في هذه المعاداة أو يعني ربما معدلات لأعمال عنف أيضا تجاه الآخرين؟
الذي حصل حصل، وانا اتصور هذا الان هو دور الاعلام ودور السياسه ان يوعى الشعب الالماني، ان يوعى الانسان البسيط في الشارع الالماني. عليهم ان لا يقوموا بمكافحه اللاجئين، ان يكافحوا اسباب اللجوء. اذا كان هناك الان يوجد في العالم 70 مليون لاجئ، اذا 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 هناك يوجد فقر، اذا يوجد حروب، اذا يوجد تجاره في السلاح، إذا يوجد فرق كبير بين الدول الغنية والفقيرة، فإذا الإنسان سيهاجر. فإذا علينا أن نوعي الشعب ونوضح ما وراء خلف الذين يهاجرون ويتركون بلادهم. أنا أعرف لا يوجد إنسان يترك بلده تلقائيا أو من أجل المغامرات، توجد ظروف. علينا أن نحارب هذه الأسباب التي تدعو للجوء والهجرة، وأن لا نحارب المهاجر المسكين المعتر الذي يقطع البحار ويغامر بحياته إلى أن يصل إلى أوروبا بر الأمان، هربا من الجوع، هربا من الدكتاتوريات، هربا من الكوارث، هربا من كثير من الأمور في الدنيا. طيب، الشيء بشيء يذكر، ويعني لا أريد أن أغادر قبل أن يعني أسألك قبل أن أسألك في هذا الملف والخصوص. الاتحاد الأوروبي بعد بريكزيت يحاول أن التخرج البريطاني يعني يحاول أن يلملم شتات نفسه، أن يقوي أركانه وأن يدعم اتجاهاته، لكن يبدو أيضا أنه هناك دعوات أو هناك بعض رؤى بأنه الاتحاد الأوروبي لن يصمد كثيرا، أنه يعني المنحنى ليس صاعدا كثيرا ولكنه في اتجاه معاكس. كيف وفي ظل طبعا الرعاية الألمانية والفرنسية وأيضا القوة الإيطالية داخل الاتحاد، الدول الأخرى المهمة وهناك آخرون طبعا، يعني كيف ترى مع كل هذا الدفاع الألماني عن وحدة الاتحاد، لكن كيف ترى مستقبل الاتحاد الأوروبي؟ حقا الآن يوجد ضغط على الاتحاد الأوروبي، بريكست الآن موجود، والآن هناك بعض الدول اللي تريد أن تشق الطريق، وهناك كذلك حتى الرئيس الأمريكي ترامب يقول لكل دولة لوحدها دعيني أقوم معك أنا أتفق اتفاقية تجارية بيني وبينك، وكل دولة تحاول أن بسبب أنانيتها أن تحمي نفسها ولا تفكر بالاتحاد الأوروبي. فلذلك قوة أوروبا بوحدتها، وللأسف يوجد الآن في كثير من الدول كما قلت اليمين المتطرف يحكم، الآن في النمسا حزب يميني يحكم، الآن في إيطاليا حزب يميني يحكم، في أحزاب يمينية كبيرة في الدول الكبرى. إذن حقا أوروبا الآن أمام وضع صعب، وكان هذا على وزير الداخلية الألماني زيهوفا أن يأخذ هذه الأمور بعين الاعتبار، وأن حقا إن قام بهكذا خطوة ربما سيكون له تبعات كبيرة على مستوى الاتحاد الأوروبي. لكن يبدو أنه أخذها في الاعتبار من ناحية المكاسب السياسية، يعني هذا في النهاية يقوي آراء المعارضة. يعني ألم يكن الصعود اليميني في عديد من الدول الأوروبية هو نتاج مثل هذه الدعوات وهذه التوجهات، وأنها لقيت يعني ارتياحا، لقيت تأييدا في الشارع الأوروبي لدى المواطن في أكثر من دولة؟ أنا معك وأعطيك وأوافقك، ولكن هذا على كما قلت على الساسة الواعيين، على الإعلام المنصف أن يوضح هذه الأمور. كما قلت هم يضخمون هذه الأمور، وأرادوا، وللأسف هذه الأحزاب اليمينية المتطرفة صعدت إلى البرلمانات على أكتاف اللاجئين والمسلمين والعرب والناس البسطاء، لأنهم ضخموا الموضوع وكبروا أكثر من حجمه. الآن الذي يسمع الأخبار حول ألمانيا يظن بأن ألمانيا يوجد فيه سيل عارم من المغتربين، وكما قلت ولكن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يأتون إلى ألمانيا نزل العشر، والآن يوجد هجرة معاكسة من ألمانيا وخاصة بين اللاجئين السوريين. هناك الكثير من يرغب أن يرجع إلى سوريا، ويوجد الكثير من اللاجئين يرغبون إلى الرجوع إلى بلادهم، ولكن كما قلت هو تهويل الموضوع هو الذي يؤدي إلى هذه النتائج، وعلى الإعلام وعلى السياسة لا أن تظلله كما تقوم بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة. شكرا لوجودك معي على الهواء من برلين، حدثني عبر سكايب جمال قارصلي عضو البرلمان الألماني السابق.